رجال رجال تعيد اللي قلته. رجال تعيد اللي قلته. فشرت بنص عينك ما قلت شيء. انت في جنبك في جنبك نسوان. قال له رجال تلف الكاميرا. لف الكاميرا لو انت رجال. لا ايوه. لف الكاميرا. هلا انت شو عم تحكي انت؟ عم يقطع صوتك. انت سافرت على لبنان بدون مرتك ونايم باوتيل. لانه هي طيب كمل كمل لانه هي شو؟ كمل كمل. لانه هي شو؟ هي مشغولة ما نزلت معي. طيب شو رأيك أنا هلأ جيب لك مرتك وانزل على لبنان على الأوتيل اللي انت قاعد فيه هلأ ونشوف مين جنبك. اسمع ماني مصدق في بنطلون محطوط على في هلأ بتروح بتجيب سارة هلأ بتجيب سارة وبتاخدها على لبنان. تعرف شو أنا بعرف كيف جيبك. شو أنا بعرف كيف جيبك. تمزح تروح؟ عم تمزح صح؟ لا نتصل لسارة؟ اوكي حاليا رح اتصل بسارة واقنعها انه تجي. محلاها انه تعرف زوج عم بيخونها يعني وهي قاعدة هونيك انه عادي. قلت لك يا اوكي بسافر بعد بكره. الو سارة زوجك عم بيخونك بلبنان. شو؟ امشي نسافر. شو عم تحكي يا جد؟ انت بدك تسافر بدك عم بمزح معك انا اصغر عيالك. اعتقد انه مع بنت اسمها لينا ما بعرف اذا هو عن جد ولا لا بس انه اذا بدك لازم حاليا هلا تنزلي انت تجهزي حالك مشان مر اختك ونروح على المطار نروح لعنده نشوف مع مين قاعد. طيب يلا. طيب اوكي يلا جاي. والله طلع ببلاش وخربان بيتي يعني. خذوني معكم ببلاش. اخلص يا جد. اوكي جايز مشان اشرح لكم انا سكرته طبيعي يا زلمه. هذا سمع انه سكرنا الباب؟ اه اوكي. هلا في تحت انا ليش عم سكر الباب؟ مش مشان مشاورة مشان عمر تبع الجيم صاحبي هو قاعد تحت اوكي. فاللي ما بتعرفه واللي ما حدا بيعرفه انه عمور جاي معي وعمر اللبناني جاي معي بس عمر ما بيعرف انه عمور جاي. اساس انا شنطتي اغراض اهل بيت بعتين لي اياها موضوع ما له داعي مثل دعايات اليوتيوب. وساره ما بتعرف انه لا عمور ولا عمر جاي وزياد اللي هو بلبنان ما بيعرف انه نحن جايين. انا هلا بدي اقضيها مفاجآت بين بعض يعني هلا عمور حيعرف انه عمر جاي ولا عمر حيعرف انه عمور جاي بعدين ساره حتنصدم انه هدول مين وين جايين لما نوصل لهنيك. المهم في لخبطه كثير في مفاجآت كثير حتصير بهالفيديو. جايز انا لازم حاليا اطلع على المطار عشان اجيب ساره باوبر. خلاص اوكي دعايات اليوتيوب هاي كم دعايه بتحط في اليوتيوب بس يا زلمه احنا طالعين باوبر كيف بدك حكنسل له سفرته. اقسم بالله صار الموضوع هذا قبل نص ساعه غيت حجز لي تيكت. اقسم بالله عم بستنى يدفع لي حق التيكت بس ما دفع. قلت لك بيدفع مجنون انت اذا ما ادفع لك اذا الشعر بقول لك يا شعره منتظم جبت مكسب. اوكي اوكي جايز زي عمر جاهز السفر برو بو مسطل انا بو شكلك والله ما شايف قدامي جيران بدي اتعرف على حلاق الشعر على الكوفير تاعك. انا ما في كوفير انا بعدني فايق من النوم. انا فايق من النوم عمور. يلا بس انا جاي معكم بس خلينا نشوفك. سلم عليكم من المطار. خلاص خليك يلا برو حاشتاق لك يا زلمة حاشتاق لك كثير والله جد كذاب والله استغفر الله. يلا باي رايحين نمسك زياد هو عم بيخون. ما فيك تفوت لجوا برو بس اخرس ادز الشراتي. ما فيك تدز الشراتي والله ما فيك. لو فيك تفوت انا باخذك بحطك هون بتفضل معكم وزن زيادة. وشو بنعمل يعني انت حتخفف الوزن؟ ممنوع بس اللي مسافرين حد الله والله. يا زلمة انا كنت افوت مع امي لعند التشيك ان. امك كنت تفوت معها امك انت بس لحالك ما فيك. هو دير بالك والله اشتاق لك كثير. اسمع درب درب غيث مضبوط درب مضبوط. شي هلا انا احنا حنفوت لجوا بعدين عمور حيلحقنا بدون ما يعرف عمر. اوكي لا انت كيف دخلت؟ ما بعرف راح جاب لي شاحني والله قبل. انا اعتقد حيطلع معي وزن زايد مليون. خلص ما بشيل لك على كيف ابوك؟ شو بدك انت؟ انت قالوا لك في ضوء طياره يعني هو خربان انت جيت لتغيره يعني ولا وبدخل جوا غصب عنه اوف. وليش كمان؟ هي تعا انا ماني زعلان. تعا ايش ليه معصب؟ طب ما تعا معنا. تعا بركي بنام على حضنك بالطيارة. شو مالو ردت فعلك زق؟ اي ردت فعلك من هو جاي. مين جاي؟ هو جاي معنا. عم تمزح وحياة الله منا عم تمزح نوي زين. انا مين تركتك؟ اسمع ما استوعب على كيف انا قبل شفتك. ردة الفعل هاي اللي قبل شوي شو كانت؟ ماشي عم بتزانق عليه فكرته عن جد جاي يغير لمبه عم
تحكي جد جاي جاي معنا والله والله انك كفو. هلا صارت السفره بتقرف والله والله اعطاني اسمع خصوصا مع واحد وصفر حنكيف في واحد ثاني كمان مشرب وراك ما شرب تنزع لا لا هاي مسح هاي مسح تارا هلا والله كيفك شو اخبارك طبعا معنا ساره ومعنا نصوح وتيم بس متخبي يا هاي نجينا نحن هلا صرنا واصلين راحت الدنيا شو الاخبار تمام ايه نحن كاملين بس في واحد ناقص معنا مين قصدك زياء كيف بس مضيعين انتم مستحيل اوكي جايز هلا صار فيني اقول لكم انه هذا كله تمثيل لا لان شافته قبل شوي هي بالصدفه وما لحق اتصور فقلت لها بدنا نعيد الرياكشن جايز وصلنا على لبنان بس مثل ما انتم شايفين حظي المعتر انه اوسه بتحكي لبناني قاعد جنب المروحه بحرك مش مروحه اللي كل جبال محلوان واو اوكي جايز مبدئيا ما صار الا وعملتوها انا لسه حاس انك انت خاين ما لا انا هلا فايق انا والله انا مالي مستوعب احنا المفروض نروح انا عندك على الاوتيل مشان ننصدم فيك مصوره انه بالطيارة انا نايم انا ما اقدر يام بشيء زين بتحترم حالك ومام لا بتحترم حالك انت هلا انا اه غالي يحرق ديبا مين الناطر انا هذا منين ها يحرق ديبا لا لا بيجيب ديسك هلا بيجيب ديسك هلا لا في جيم ولا في المهم الحمد لله على سلامتكم كانت مفاجاه جميله جدا مع انه كنا لازم نكمشك نحن ونورجيك اوكي انك انت واحد خاين بس العالم جاي على لبنان لحالك بتحبني دقت لي كله وصار يبعث لي مسجات روح صار يا حرق ديبه زياد يا حرق ديبه عمو يا حرق ديبه شو جابك ولا احلى شيء انه صار لي ساعه انا عم بصور على الفاضي كنت انت على الفاضي بس مشان يجي الشباب بحياتك ما كنت بتعرف لا والله من امبارح بالليل سالتك عنه قاعد في واحد بس هذا مستحيل يعمل مفاجاه لانه تور طلع وراكم شورب لا بمزح لا يا زلمه خلص خلص شوف عجبتك الشغله انا شايف عجبتك بروم انت هاوس بس هيك تبع حالك تبع حالك ليك مثل ابنه يا زلمه مثل ابنه اوكي جايز المهم البلان كالاتي انه هلا بدنا نروح على الاوتيل نعمل تشيك اوت من ورا زياد بس ما عملناش تشيك ان يا زلمه عن جد ليش رايحين نعمل تشيك اوت احنا رايحين مع زياد على الاوتيل نعمل تشيك اوت بعدين على سوريا بعدين قبل ما نرجع على الامارات حنروح على لبنان على سوريا اي بدك تيجي معي اي والله لا حط لي موسيقى حزينة هون ما إلي خلق على الإدت ولو أنا بحطها يا زلمة الله عمور أخذت أغراضك كلهم؟ أخذت كل شيء طيب ماشي بس شيء بس القهوة خرب بيتك قبل ما تحط أغراض فوق السيارة حمار طب ليك هلا سؤال أنتوا هيك تمشوا عكس السير يعني عادي برو طيب نحط حزام هون ولا ما بس أنا بحط حزام أنا إذا حطيت بتخالف؟ إي حتى إذا حطيت كمامة لك زينة ليه ما جبتها لزينة؟ شو عمل فيها زينة إن شاء الله؟ هو متهرب مشان يجي يصيح هون مع النسوان مع رجال مع رجال بده يصيح مع رجال جايز المهم هلا صار فينا نعرفكم على برهوم يوتيوبر مرعراوي كثير مرعراوي جدي تعبان على الكنيه حاطط دم قلبه تيجي انت تشوهها طيب. المهم برهوم بيسوي فيديوهات كثير بايخه على اليوتيوب اذا حابين تحضروه كثير بيتغلص على الناس وهيك وتغلص عليه كثير يعني اقصى ما بعرف كيف اصور معه على الفيديو لانه ما في غيره يستقبلني بلبنان المهم جايز اعطيكم حساب تحت اذا بدكم تفوتوا ضيفوا سوري عايش بلبنان اهلا فيكم عنا خيي جايز شوف الكتابه على الحيطان ابو حميد انا بحبك قلت مع التاريخ ثاني 2017 انتم من 2017 مش صابغين حيط؟ ايه شوف خيي يعني نتركونا 2017 مش صابغين الحيط؟ هذا حلف انه طلع 3/8 2017 والله ليك حكتبه من كل مكان عطت رقم تليفونه ابي اخي شطب حاله معلم اوكي يا باشا بتعرف شو المشكله؟ المشكله انه نحن كنا جايين مشان نكبس على زياد بس ساره لما وصلت على المطار اتصلت بزياد قالت له حبيبي انا وصلت شو صار؟ ابو الزوز كبس عليهم بالمطار فطلع البنت من الاوتيل واجى ياخذ مرته يعني بس بنت مين يا حرق ديبك انا كنت شو انت يا روح؟ شو اسمك لينا لا 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 شيلو معك شيلو يا باشا يا باشا شيلو كبه خالص باي المهم جايز حيصير في كثير اكشن لقدام كل مره بقول هالجمله ما بصير في اكشن بعد ما اقول هالجمله انا ما بينزل ولا شيء المهم حيصير في اكشن كثير لقدام وعولته ان احنا هلا حاليا وصلنا على
لبنان، بس ما راح نضل هلا بلبنان، حروح على مكان ثاني. هلا حنودع زياد وساره مع لسه هلا شفتهم. المهم جايز اي لاف يو اول، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على الفيديو وتضيفوني اذا ما كنتوا ضايفين على الانستغرام، حصير اسوي ستوريز كمان هالفتره اكثر ان شاء الله. ويلا بشوفكم بفيديو سياره عم استناك. اي لاف يو اول، يلا باي.